السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز اماني. اليوم الفيديو هيكون عبارة عن كيك ديال الكرموس، جديدة بزاف ورخيصة وسهلة التحضير. وما تنسوش اللي يبغى المقادير وطريقة التحضير يتابع الفيديو الى الاخر، وما تنسوش لايك سبسكرايب بارتاجي والكومنتير. فيلا دابا ندوزو للمقادير. هنحتاجو نص كاس معمر ديال اللوز مطحون، وهنحتاجو معلقة صغيرة عامرة ديال القرفة، ونحتاجو شوية الملح، ونحتاجو الكرموس مقطع، ونحتاجو السكر غلاس اللي هو سكر غلاسي، ونحتاجو جوج بيضات بالصفار ديالهم، ونحتاجو دانون فاني، واللي عنده دانون مسوس يقدر يستعملو. وانا عندي نص كاس معمر ديال الزيت، ونقدرو نديرو حتى الزبدة دايبة. وانا نحتاجو ساشي فاني، والطحين تيبقى حسب الخليط. وهنا عندي الخماره. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه نتبعها هي البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. دابا ندير ساشي فاني، وندير سكر كلاسي، ونبدا نضرب مزيان. ودابا نزيد دانون، ودابا نزيد شوية الملح، ونزيد القرفة، ونزيد اللوز، ونبدا نضرب. ودابا نزيد الزيت تدريجيا. وبالنسبه للقرفه تتجي زوينه في الكيك لان تعطي واحد النسمه زوينه، وما حدنا وحنا تنزيد القرفه تزيان الكيك ديالنا في المذاق. ودابا نبقى نزيد الدقيق تدريجيا، تبقى الدقيق حسب الخليط. ودابا نزيد ساشي ديال الخميره، ونبدا لما كبيت الخليط ديالي في المول. دهنت المول ديالي بالزبدة ورشيتو بالطحين وكبيت الخليط. ودابا هنزينو بالكرموس. ودابا هندخلها للفران. نتمنى بان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، اضغطوا على زر لايك سبسكرايب بارتاجي وتكومونتيو. ونتمنى ايضا تجربوا هاد لاكيك لانها جديده بزاف، وخصوصا الناس اللي تياكلوا كرموس وتعجبهم. وبمذاق القرفه جات الكيك هائله. وما تنساوش تتابعوني على انستغرام ديالي اللي هيكون في هذا الفيديو في صندوق الوصف، هو والتيك توك ديالي حتى هو هيكون في الفيديو في صندوق الوصف. وبغيت نقول لكم باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.